يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة صحيحة وما معناها؟ كل كمال في المخلوق فإن الله أولى به، وهل تثبت صفات الله بقياس الأولى؟ ما هو كذا، ما هو كل كمال في المخلوق على إطلاقه، بل كل كمال في المخلوق لا يستلزم نقصاً، لا بد من هالقيد. كل كمال في المخلوق لا يستلزم نقصاً فالله أولى به، وهذا من قياس الأولى. نعم، هذا من قياس الأولى. والله جل وعلا يقول ولله المثل الأعلى. أما الكمال في المخلوق الذي يستلزم نقصاً فإن الله منزه عنه. النوم في المخلوق هل هو كمال ولا نقص؟ ها؟ كمال، اللي ما ينام هذا فيه مرض، فالله منزه عن النوم جل وعلا، فهذا كمال يستلزم نقصاً فلا يليق بالله سبحانه وتعالى. الولد الإنجاب هذا كمال في المخلوق ولا نقص؟ كمال، الذي ينجب هذا كمال، الله جل وعلا منزه عن الولد، لأن إثبات الولد لله يلزم منه النقص، فهذه القاعدة لا بد من هذا القيد. كل كمال للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، وهذا من قياس الأولى، وهو مأخوذ من قوله جل وعلا ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم.